متنا حيصاب راب مريم شاب حين انددت قل بريات هولا بحنانا. كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذو وقار لا ذو لسانين، غير مولعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح، ولهم سر الإيمان بضمير طاهر. يا ألف مرحبا بجميع متابعي قناة القيامة، معكم الآن حلقة جديدة من برنامج خدام الرب. ضيفنا من الدنمارك هو الشماس الإنجيلي حازم عزيز فرح. يا أهلا وسهلا بالشماس حازم. أهلا بك وشكرا على الاستضافة، وشكرا لقناتكم الكريمة وكل الذين الكوادر الذين يشتغلون فيها، تحية لهم والله يحفظكم. تسلم شمسنا لقبول دعوة قناة القيامة. واليوم نريد نعرف شخصك الكريم لجميع متابعينا الأعزاء. حضرتك في الدنمارك حاليا، في أي مكان؟ نعم. بالدنمارك أكو كنيسة معينة أنت تابع لها؟ نعم، أكو كنيستين اللي أخدم بيها أنا، كنيسة في نسفت اسمها وكنيسة في سليلسة دنماركية كاثوليكية. في نسفت نعمل قداسين بالشهر مرتين، كلدانية وعربية في نفس الوقت. نعم. يسويها القداديس أبونا فارس، يجينا كل أول سبت من الشهر وثاني سبت من الشهر، اللي أنا أروح دائما هونك أهيئ كل شيء وأقدم أحضر القرابين والقراءات كله وأوزعها، وإذا ما أحد جوه للقراءات أنا أقراها. نعم. طبعا سلامنا لأبونا فارس توما. أريد نعرف ما دام أنتوا بالمنطقة مالتكم تسوون قداسين بالشهر، فشون نعم. يتم الاتصال بأبونا وتتقسم الأدوار بيناتكم، وأكو شمامسة نعم. آخرين يساعدون حضرتك بالمنطقة؟ أكو جدول تنزل على الفيسبوك على صفحة مار أبا الكبير، وكل القداديس في يومه وفي ساعته موجودة فيها، يعني للست خورنات ينزلوها هذه القداديس على هذه الصفحة، فكل واحد يطلع عليها يشوف أنه أكو قداس فلان يوم سبت فلان ساعة، وإذا هناك أكو عمادات ينزل العمادات، وإذا هناك أكو زواجات ينزل زواج، بحيث نحن نعرف أشد المناسبات نحن نسرع للخدمة. وخدام أكو ما عندنا مرسومين، أنا ويمي ماكو عندي مرسومين، يجي واحد اثنين يساعدني بالسلام بجمع الفلوس، يعني اللي يسموها الأحدية، يعني التبسية. فأدنى واحد يقرأ من القراءات، القراءة الأولى، وهاي يعني ما مرسومين، بس أنا أوزع لهم. أكو من النساء أعطي لهم قراءة يقرؤون بصوت جهير، وقبل ربع ساعة أعطي لهم إياها حتى يراجعوها لا يغلطوا بالألفاظ. نعم. بالنسبة لشماسنا الإنجيلي حازم عزيز فرح، ما رأيك بدخول المرأة لخدمة الشماسية؟ أنا رأيي الشماسية للنساء ضرورية كلش، وأنا أؤيد هذا الشيء وأفرح كثير. ليش؟ لأن عنصر النساء أصوات ملائكية، أنا أشوفها دائما هكذا، وأنا أحبذ دائما أن النساء يدخلون للشماسية ينرسمون قارئات أو رسائل، فاستعتى
صار تطور بأن الشماسات ينرسمون رسائلي. فأنا أأيد هذا الشيء لأنه محتاج، الكنيسة تحتاج إلى شباب، تحتاج إلى شماسات في نفس الوقت، لأنه شماسات كانت موجودة في زمن الرسل، في زمن الرسل يتطرق عليها مار بولس الرسول، فحتى في أعمال الرسل موجودة، فكانوا دائما يخدمون الموائد، يخدمون الفقراء، يخيطون الملابس للكهنة. هذا شيء مهم، هذا شيء خدمة في نفس الوقت. نعم. قداسين بالشهر يقوم بي نعم. أبونا فارس توما، فهل نعم. قداسين بأيما لغة يكون، مثلا بالدنماركية، بالعربي، بالسورث الكلداني، أشان القداس اللي يعمل أبونا فارس أنا معانه ما هو دنماركية، لا كلداني عربي شوية سوراتي. شو نسوي؟ هو إيش يعمل؟ يشوف ياخذ نبض الجماعة اللي جالسين، من هم سورة، من هم عربي أكثر، من هم كلداني. الكلداني مثل السورة ماكو فرق أبدا، فهو إيش يعمل؟ يعمل صلاة كلداني، يعمل صلاة سورة. إذا هو قال عربي أنا أجاوبه عربي، إذا قال كلداني أجاوبه كلداني، إذا قال سورة أم أجاوبه سورة. نعم، يعني هي للكل، للكل. شماسنا حتى الناس. نعم، حضرتك اللغة الأم ما هي، العربي أم السورث؟ أنا لغة الأم هي يعني بالعراق قولين هو كان عربي نتكلم. نعم. فنحكي بيناتنا مع الطلاب بالمدرسة كان تركي. نعم، بالأسواق تركي كله. نعم، نعم. كركوكليين كل تركي يحكون. فأنا أفتخر بلغة السورة أو باللغة الكلدانية، لأنه أنا أشقد ما أقرأ الكلداني الحضرة ما أشبع بعد الجوعان. نعم، لما تقرأ الصلوات اللي هي بالسورة أو بالكلداني تعرف المعاني مالتها كلها؟ طبعا أنا ما أقول كلها 100%، لكن 70% أعرف الترجمة مالها. نعم نعم. هسه نتمنى نسمع أحد الصلوات اللي حتختارها لجمهور قناة القيامة. أنا اختاريت صلاة كلش حلوة، يعني يقولوها بالقداس الكلداني بالقداس الثليثاية اللي يعمل بالفصح، يعمل المطران، بس المطران يقدسه، وبالباعوثة، وبعيد مار يوحنا المعمدان، لأنه مار يوحنا المعمدان كان هو كاهن يجب أن يقدس بالقداس الثليثاية. نعم. فهوني هذا المطران لما يصلي صلاة السرية مالته أثناء الكلام الجوهري بعده، الشماس يبدي يقول هذه الصلاة، صلاة تأملية عن المخلص المسيح الذي صار ذبيح، شلون ذبح من أجلنا، من أجل كل إنسان على الأرض. هوني أقوله في المقام. حور ابني حوثين ومكي خوثين ومجتمعان وثين دمشي حباروقا هيا هيا بعينا نهر تدمذعا ووحوش شاوى مريقة ترعيث فاروشائي
نحسين لو رائحي ذا يدوى مذبر الرب تصلي وصلي شلا ما ما نعم آمين ويسلم. هذا الصوت شماسنا الترجمة ماله طبعا يقول انظر بتأمل وبتواضع وبسماع. أنت لما تسمع يسوع المخلص المسيح بعينيك المنورين كيف يسوع هو ذبح نفسه على الصليب من أجل خلاص كل إنسان وهو وحيد الآب. هي هاي نعم هالصلاة اللي هسه قدمتها لجمهورنا. نعم سويتها بلحن معين. بإمكان أن الشماس يقول بعدة ألحان أيضا يعني مقامات. لا هو هذا لحن. لا هذا هو لحنه حتى المطران عنده مثل اللحن هو يقوله مالته هاي مال اسمه الأسقف هو اللي يقوله طويلة طويلة. هذا قصير بحيث لما يصلي صلاة السرية الشماس يقول هذه الصلاة إلى أن يكمل صلاة السرية يبدي هو يقول صلاة مثل على هذا الوزن اللحن عين النفسي لأنه ولذلك القداس القداش الثيثايا يطول ساعتين ونص أو ثلاثة. بالكنيسة الكلدانية عندنا كثير مقامات تمام شماسنا؟ بالضبط صح. مقامات يعني واحدة أحلى من الثانية ما شاء الله خاصة إذا نعم. كان صوت الشماس متمكن يعني كل مقام ينطي له حقه. فإحنا أنا ويا أبونا فارس توما أبونا فارس توما ما شاء الله صوته لا يعلى عليه. كيف يتم صحيح. الاتفاق بينك وبين أبونا فارس بحيث تتفقون على مقام معين يعني وضحها لنا؟ أنا ويا أبونا فارس أتفق على فد مقام نمشي عليها للأخير. مثلا ناخذ راست نمشي على الأخير وناخذ مثلا عربوني نمشي بالبداية للأخير. فهو يتفق معي يقول إيه أو هو ما يريد هذا غيره. مثلا بيات ناخذ بيات على وزن يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا الكل يعرفه يا رب ارحمنا وزن ماله هذا بيات هو بيعالي بيناصي بمؤثر هو تقريبا يعني. فبيناتنا نتفق على مقام. المقامات كثيرة ما اصطبى عربوني راست نوى نوى على وزن على اليوم كنت راكعا أصلي هذا نوى يعني إذا قلنا اليوم كنت هذا نوى. بيات قلت يا رب ارحمنا صبا على نؤمن اللي قلتها بالمقام العالي الراس على سبحوا كل البرايا لما نقول سبحوا كل البرايا هو راس رأسا ياخذ الشماس والكاهن رأسا يجي معاي على هذا المقام. حتى بكركوك كنا هكذا قبل ما نطلع للقداس أنا وأبونا ستيفان اتفق على فد مقام. نعم نعم. ها كم سنة حضرتك في الدنمارك شماسنا؟ صار لنا 25 سنة في الدنمارك. ما شاء الله 25 سنة. أريد نعرف نعم قبل 25 سنة لما وصلت للدنمارك شون نعم. دخلت للكنيسة وأنت حضرتك من خلال كلامك تنكتشف أنه أنت شماس من أيام كركوك. فأنا نعم. أنا طبعاً. من وصلت للدنمارك كان عندنا أيضا كنيسة كلدانية قداديس كلدانية حاليا فقط تقدس مرتين بالشهر أم أيضا اندمجت مع الكنيسة الدنماركية الكاثوليكية؟ أشرح لك. نحن ما كان عندنا كنيسة كلدانية في الدنمارك. نحن لما جينا
فتشنا على كنيسة بس نريد نروح نسمع نحضر قداس. فلقينا قداس دانيماركي كمندا، فما كان عندنا قداس دانيماركي يعني عفوا كلداني، ولا عندنا قداديس بالشهر أبدا. إيش سوينا؟ أنا حاولت لما صار عندنا رسولي هنا مسؤول عن الدنمارك أبونا فيليب نجم، حكينا بالموضوع أنه يكون عندنا كاهن يدزونا من بغداد من الباتريركية. حاولنا كثير، يعني أنا واحد منهم كتبت رسالة بيد كاهن زارنا إلى الدنمارك أبونا إبراهيم يوسف الراهب الذي علمني اللغة الكلدانية الذي تقويت على إيده، أخذ إلى غبطة الباتريك المثلث الرحمات رفائيل بداوي. فلما رحت لسانتياغو صدفة شفتون هونك ويا مطران جاك، حكيت وقلت سيدنا نحن ما عدنا كاهن نريد كاهن، قال إن شاء الله أنا أزور دانمارك. فأنا رجعنا، ولكن هو الحظ ما صار مريض توفى الله يرحمه، صلاته يكون في السماء للجميع. هوني عمانوئيل دلي الله يرحمهم كتبنا رسالة له بحيث يكون فتكاهن إلنا ثابت يدزونا. بالفعل صارت، وبواسطة أبونا نجم هو اللي راح وشاف وحكى، وجاء مطران عمانوئيل دلي هم زارنا للدنمارك، هو احتفال كبير. ثبت أبونا فارس بالدنمارك إلنا بعد كثير من الرسائل بعد كثير. وأنا سويته في الدنمارك أسماء العوائل الموجودة في الدنمارك إحصائية دزيتها إلى باتريركية الكلدان في بغداد، فشافوها قروها حتى العزاب. نعم، فهاي استفادينا منه طبعا. فأيش كنا نعمل؟ كنا دانيماركي قداس كان نعمل الكاهن الدانيماركي، أنا كنت أخدم القداس معانو أقولها بالعربي والتراتيل بالعربي والقراءات بالعربي والإنجيل بالعربي أنا كنت أقولها، والشعب كان يرتلون التراتيل الحلوة، وسويت 50 كتاب تراتيل. ما كان عندنا أبدا كل شيء، أنا بيدو جلدتوه بالبيت سويته 50 كتاب، كنت أوزعه أثناء التراتيل أثناء القداس للمؤمنين. نشكر الله على هذا. إحنا بالدنمارك صار عندنا كاهن صح؟ إحنا لما ما عندنا قداس كلداني يوم مرتين بالشهر، لكن نحن أنا والمدام كل يوم نروح للقداس، نحن نخدم القداس، وأنا أروحهم في نفس الوقت أحضر التقادم للكاهن الدنماركي، هو قداس لاتيني كاثوليكي طبعا. نعم. فنعمل الوردية قبل القداس، والقداس يبدأ ونحن نخدم القداس ونجاوب الكاهن، ومن يخلص كل المواد المائدة كلها نجيبها نخليها بمكانها حسب الأصول، وأنا أمسحها كلها ونظفها حسب الأصول وأخليها كلها في مكانها وهكذا. والأيام الأحد نحن نفس الشيء، الأيام الأحد كثير ناس يجون للكنيسة، دانيماركيين مخلوطين عراقيين أكو يجون، أكو بولون، أكو كثير من الجنسيات. فأخدم القداس وأقرأ الإنجيل باللغة الدانيماركية أنا، فالتقادم كله حضره، والقس يفرح يعني ثقته عليه كثير، وهو محباب يعني دائما يأيدنا بهذا الشيء. إذن حاليا بعد 25 سنة بالدنمارك تتقن قراءة وكتابة وتكلم. نعم. اللغة الدنماركية بالضبط. نعم. الشعب الدنماركي أشونا شماسنا نعم دنماركي كلش يعني صعب، اللغة صعبة هي. حتى الأمريكان يقولون، نحن عدة مرات رحنا الأمريكا 3-4 مرات، يقولون اللغة الدنماركية أولا صعب، وبعدين هي كلش غالية في نفس الوقت. صحيح، لأنه هوني مستلزمات كثير أكو والمدارس موجودة. نحن دخلنا شو نتعلمنا؟ دخلنا مدرسة اللغة 3 سنوات. نعم، بعدين اشتغلنا
سوينا براكتيك في دوائر في معامل يلا في اجتمعنا وياهم. يعني أنا سويت سنتين براكتيك ويا الكاهن الدنماركي في الكنيسة. كل ما يصير اجتماعات كل ما يقعدون بالقاعة كنت أسمع أش يقولون، لأنه نظم كلش شوية صعب. الحمد لله والشكر اللي نعرفها نعمره ونكمل شغلتنا في الطبيب في السوق في كل مكان، وهاي كل زين يعني لنا. وفي نفس الوقت في الصلاة نعم نقول صلوات لوحدنا والكاهن ينطي لي صلوات أنا أقولها بوحدي. يعني الصلاة الوردية نعملها بالدنمارك كلش حلو، يعني كلهم يجاوبونا ناس متروسة الكنيسة. فهي هاي يعني الحمد لله والشكر تعلمنا كل شيء. نعم حضرتك قلت تروح أنت والمدام للقداس إذا كان دنماركي وأيضا قداسنا العربي أو بالسورة الكلداني، فهنا المدام هل هي شماسة أيضا؟ حاليا حضرتك والمدام بالدنمارك عندكم أبناء، أبناء يعني أبنائكم وين؟ نعم مفادي مو شماسة ولكن تقرأ زين وتعرف الكلمات مع القداس كلها تجاوب يعني بالكلداني. سورة ما تعرف، سورة تفتهم بس. نعم. حقيقة أي. نعم أولادي ما شاء الله ملتزمين في الوصايا، ملتزمين بالأسرار، دائما بالقداس كل أحد والحمد لله والشكر. حتى الأحفادنا يجيبوهم يلزموهم من إيدهم يجيبون على الكنيسة، هذا نشكر الله عليها كلش. شماسنا شحت سمع جمهورنا؟ أكو نعم أكو صلاة هسه نحن يوم السبت القادم راح ندخل في أسابيع البشائر يعني سوبارة راح ندخل. يعني أول صلاة نقولها مع البشارة في صلاة الرمش هي حلوة هي ولو قصيرة هم يعني هي تقريبا شوية باللحن هو أقولها هسا. رايد إسرائيل صد رايد إسرائيل صوت ألا هام الثد من لا ومن ما لا خنسى ودمو ثد عودة إلا من زرع دورهم وناشو ثا ديلا إثب طيبوث نبرو الغنسا من قعياي. ترجمة يسوع مو من زرع أي بشر، يسوع هو ابن الكلمة وهو الكلمة. يسوع هو لما بشروا ملاك في بطن أم مريم العذراء صار بشر مثلنا بنعمة وبقوة الروح القدس. هي هاي. آمين. نعم. تسلم شماسنا. شوفة. شماسنا الرب ينطي نعم كثير لكل إنسان، ونيالة ذاك الإنسان اللي يشكر الرب على هالنعم. يعني أسا أنا تشوف شماس حازم عنده نعمة إيمان حلوة، راضي بالمدام، راضي بالأبناء، راضي بحياته، عنده خدمة حلوة كخدمة الشماسية، وأكيد أنت راضي من عنده. تمام شماسنا؟ نعم. فأحكي لنا على مفهوم النعمة يمك، أكو نعم أخرى أيضا تشكر الرب عليها؟ نعم أنا أشكر الرب على نعمه، وأنا كثير مديون للرب كثير كثير اللي ما أقدر يعني أوفيها أبدا، لأن نعم الرب موجودة ومواهب الرب موجودة دائما. أنا أشكر على مواهبه، أولا على موهبة الصوت الذي أعطاني إياه حتى أمجد اسمه دائما في بيعته. كثير نعم أكو، كنت من الكركوك كنت أعلم التعليم المسيحي حتى اللغة الكلدانية، وكثير كثير إلى أن
طلعت من كركوك ويا الأولاد جينا هوني، سويت كثير من التناولات الأول بالتعليم المسيحي وباللغة الدانماركية. وفي كوبنهاجن أول مرة عملت تناولات للتعليم المسيحي باللغة العربية، أو مرات بالسورة كنت أقول اللي أعرفه حقيقة غير. نعم الحمد لله والشكر، لا يزال عندنا طلاب نريد نعلمهم، نبدي بالتعليم المسيحي، لأن جائحة كورونا خلتنا نتوقف هاي سنتين ونص، نحن ما كنا عملنا لا تعليم مسيحي ولا تناول أول. وإن شاء الله عندنا فكرة أن أبدي مع أولادنا أنا بالتعليم المسيحي حتى نهيئهم إلى التناول الأول. فهاي النعم كلها من الله مو من نحن، ما نقدر نعمل فشيء بدون نعمة الرب. نحن لسنا بشيء، بل الرب هو كل شيء علينا. يسوع هو اللي يمشينا، يسوع هو الذي قوتنا، وبروحه القدوس يفتح أذهاننا حتى نعطي هاي النعم للغير حتى يقتدون بيسوع المسيح. هذا الصوت الجميل، هالصلوات الحلوة اللي تتقدمها اليوم إلنا من خلال برنامج خدام الرب. فحاولت شماسنا تسجل بعض الصلوات وتخليها على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم أنا عندي كنت خليته الباعوثة باللغة العربية اليوم الأول والثاني، والثالث راح ينزل إن شاء الله. إن شاء الله. وراح أنزل أيضا باللغة السورة كله الباعوثة. عندي ساعة المقدسة باللغة الكلدانية اللي هو خميس بالليل، نعمل ساعة مقدسة دائما كل سنة نحن على الجمعة العظيمة على الآلام، يعني ساعة نبدي ساعة 8 إلى ساعة 9 بالليل. نعم هاي موجودة كنت سجلتها أنا باليوتيوب، اللي يريد يكتب ساعة مقدسة بالعربي أو يكتب بالإنجليزي هولي هاور يطلع اسمي ويطلع الساعة المقدسة. وأدي ساعة مقدسة باللغة العربية، كلش حلوة هي، إلا مقامات حتى بالعربي. نعم عندي كثير، يعني مثل أمر لعيتا أيكا مسجلة باللغة الكلدانية وبالعربية الخمسة بيات كله. أنت حضرتك تكلمت صلوات بالسورة وصلوات بالكلداني، فشوية نعم. يعني تفسرها لجمهور قناة القيامة، أكو فرق؟ السورة مأخوذة من اللغة الكلدانية لأن الكلداني هو الأصل. يسوع كان يحكي اللغة العبرانية تمام؟ فاللغة الآرامية هي، نحن الكلداني هو الأصل. مثلا أسعت إذا نقول حشة، كلمة حشة موجودة بالسورة، حشة بالكلداني معناتها حزن تمام؟ فصحة يعني فصحوثق يعني فرحك، يعني موجودة باللغة الكلداني فصحة فاروقا، يعني فرح المسيح إلنا، يعني يسوع فرحنا. ولذلك بالسورة ثم كل الصفات، لأني كثير كلمات بالسورة موجودة باللغة الكلدانية، يعني ماكو فرق. نعم. اللي يعرف اللغة الكلدانية يقرأ السورة. نعم. اللي يعرف اللغة الكلدانية قواعديا كله يعرف يقرأ السورة. أكو كثير من الكلمات بها تفرق عن لغة التلكيف عن لغة الألقوش، أنا قلت لأنه شوية بها يعني هذا يقول بسمت هناك داخل يعني شغلات أكو بها شوية تفرق، ما كثيرهم يعني قليل. أي فهي هاي الفرق، يعني السورة كل زين يعني ناس تفتهمها على لغته، أكو ما يعرفون كلداني أش نعمل، نقرأ سورة لهم. أكو ما يعرفون أن العربي نقرأ لهم بالسورة. أكو ما يعرفون كلداني نقرأ بالعربي، هي هاي. فاللغة الكلدانية أنا أشوفها بالأعياد الكبرى مثل الباعوثة كلها كلداني وسورة، كلها كلداني وسورة، ماكو عربي. نعم شمسنا حضرتك قلت عندك ترتيلة عمر لي آتا تمام؟ موجودة مسجلة. نعم نتمنى
تسمع جمهورنا ولو جزء صغير منه، لأنه هالترتيلة يحتاج لها صوت متمكن، ويعني من خلال هالبرنامج وتنسمع هذا الصوت الجميل تنحس أن صوتك متمكن ما شاء الله. شكرا. أنا كان محضر انمار شو اسمه فد مدراج مع الباعوثة يوم الثالث، إن شاء الله إذا أكو وقت أقولهم يعني. نعم. أقولها ساعة. أمر لي عيتا أيتا صويا أونيق 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 حال شمشا لا 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 دمي وامير 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 دمر وامير بخثاوي شمشا دعكن زليقا قولي لي يا بيعة أين تبنى 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 تبني على الصخرة نعم 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 قد قيل قد قيل قد قيل قد قيل قد قيل وقد قيل على الصخرة أبني لبيعة طبعا الكنيسة ما تبنى على الشمس لأن الشمس تختفي أشعتها ولا تبنى على الكواكب، الكواكب تتناثر كالأمطار، ولا تبنى على القمر، القمر لا يعطي ضوءه، ولا تبنى على الجبال لأن الجبال تذوب كالشمع، تبنى على الصخرة. نعم آمين. هسا نريد نعرف جمهورنا هذا الإيمان شلون انبناه، من اللي شجعك للالتزام بالخدمة الكنسية شماسنا، دور العائلة، الأب الأم الأقارب أم أبونا من أيام كركوك، نريد نعرف القصة من البداية. أوكي. أنا كان 12 سنة عمري حبيت أن أخدم القداس وما كنت أعرف اللغة الكلدانية، كنت أخدم القداس مشاقد يعني التفسير يعني مكتوب العربي نقراها كلداني هي هاي، فحبيت يعني كثير الكنيسة، حبيت أن أخدم دائما، فعمتي كانت دائما تأثرت بكلامها دائما سنين، كانت هي مثل راهبة بس هي كرست نفسها مثل راهبة عاشت في حياتها، كانت بتولة هي وأخته، فأختي الكبيرة كانت تخدمهم يعني كانوا كبار بالسن، فكانت تقول لي لازم تصير قسيسة، فكنت أخدم
الكنيسة دائما، فكنت أحب أن أقول مقامات كثير دائما مع نفسي، إن كنت بالبيت إن كنت في الطريق في نفس الوقت. ولذلك أهلي كانوا كثيرين متدينين، يعني أبويا كان دائما من يصير الأحد الصبح كان عبالك مثل الدق الناقوس يدق، هو مع القداس كلتكم يلا، وهو معانا وأمي هم الله يرحمه. فلذلك كان دائما كلتنا على الكنيسة جروب جروب، فالمحلة القلعة كانوا كلهم مسيحيين، تشوفين الكنيسة متروثة، كنيسة كبيرة 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 كانت كلش أم الأحزان. نعم، فتأثرت بهالوصايا وهال نصائح مال عمتي فبقيته، وإلى أن صار عندي رغبة أدخل السمينير للآباء الدومينيكان في الموصل، معهد الآباء الدومينيكان، دخلته رحت وجو أخذوني رحت، كان عمري 12-13 سنة ما كنت صرت بعد، ولذلك دخلته 3 أشهر ما بقيته، ما أعرف شفت نفسي متضايق ذاك الوقت، ما أعرف صغار كنا، طلعته حقيقة وجيته، ولكن ما سيبت الكنيسة، حبيت أن أكون شماس، أن أخدم الكنيسة إلى أن كبرت، صار عندي 21 سنة 22 سنة أن رسمت شماس رسائلي، لأنه شافوني دائما بالكنيسة كل يوم. فصار عندنا نشاطات في الأخوية المريمية يسموها كان الجيش المريمي، كان عندنا 7 فرق يومية كنا نجتمع، كان عندنا مجلس المحلي، وأبونا بول كان هو مرشدنا، أوجه له تحية من هوني له، لأنه كثير كان يتعب معانا ومع الشباب، فأبونا بول أخو قس ستيفان طبعا، وهون صار عندنا نشاطات. فأنا بال74 تزوجت، بعد الزواج ما تركت كنيستي، والمدام كانت معاي دائما بالكنيسة، وهي عضو في أخوية قلب يسوع، وأنا كنت في القلب يسوع الأقدس، فدائما كل جمعة الفروض اللي كان نعملها، فدائما صلاتنا ورياضاتنا الروحية في نفس الوقت للأخوية وأخوية قلب يسوع، فدائما الحوش كان متروس من الشباب، يعني حتى كثير من الشباب نسعة اللي صار بعمري كلهم كثيرين من كندا هو أمريكا هم يتصلون معي. فهوني أنا حبيت بالدنمارك أن أعمل هذا الشيء، ولكن كل صعوبة لأنه أن نجمع الشباب، هذا يشتغل هذا ماكو هذا ما يجي هذا صعب كله. في كركوك كان عندنا كثير نشاطات، من النشاط الأول أنا دخلت في جمعية الرحمة الكلدانية، صرت عضو بها، توزيع فلوس ملابس للفقراء، كنا نشتغل نحن كنا تقريبا حوالي 5 أعضاء نشتغل بهاي الجمعية، الحمد لله والشكر. ونشاطاتنا كانت شنو بالأخوية المريمية 7 فرق، والفرقة مسؤول من كم عوائل يودون يروحون البيوت يصلون الوردية، يعني كان عندي فرقة كنت أخذهم أروح في كذا بيت كذا بيت نصلي الوردية، نقرأ فصل من الإنجيل من الكتاب المقدس ونشرحها لهم. في نفس الوقت كان عندنا ندوة الكتاب المقدس في الكنيسة، كان مرشدنا هو المثلث الرحمات يعقوب شير، هو كان كاهن بعده، كان هو مرشدنا في ندوة الكتاب المقدس، كل أسبوع كنا نجتمع يشرح لنا الكتاب المقدس، اللي عنده مثلا كان محاضرة، أنا أتذكر كل زين كتبت محاضرة الإيمان والأعمال، فكان هاي كلها مسيرتنا، يعني حقيقة مسيرة الخدمة. حضرتك كان عندك دور في التعليم المسيحي أو تدريب الشمامسة الصغار على المتين رسمون، خاصة تتقن المقامات وأيضا الكتابة والقراءة الكلدانية. نعم، أنا كنت أدرس اللغة الكلدانية. نعم. للكبار، يعني كانوا مو كثيرين حقيقة، كان أستعملهم للجوقة مثلا السعانين بالفصح في التناول الأول لما يصير احتفالات، ما كان عندنا جوقة، هذول الكبار كانوا جوقة، واحد كان عندنا عماد شوكة الله يحفظه كان هو يعزف لنا الأورغون، فأنا كنت أدربهم الأصدقاء هسه موجودين، واحد منهم بكركوك باقي
واحد منهم بس على الألحان على الأناشيد التراتيل، هاي واحد. نعم. كنت أعلم التعليم المسيحي في نفس الوقت، كنت أخذ الصف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي، يمكن يسمعنا أبونا ستيفان يعرف هذا الشيء، هو وعندي صورة كاملة بالحوش الكنيسة كنت أخذناها. واللغة الكلدانية نعم كنت أدرسهم، فكثيرين راحوا للجامعات خلصوا إعدادية، فما بقى يعني حقيقة حتى ندرس. هذول كنا نجيبهم كل جمعة بالباصات يجون على الكاتدرائية حتى نعلمهم التعليم المسيحي، لأنه بعدهم صغار صعبة شوية تعلمين اللغة الكلدانية. اللغة الكلدانية لازم واحد يكون عمره أقل شيء 13 سنة إلى أن يأخذ هالقواعد ماله، يعني من الفتحة والضمة والكسرة والترجمة شوية، يعني صعب شوية، إلى أن نعلمهم تعليم المسيحي والوصايا والأسرار، شنو الخدمة في الكنيسة، هي هاي شنو القدوم إلى القداس، شنو نشرح لهم القداس شنو هو، هي هاي. فالحمد لله كنا نعمل هذا الشيء، كان عندنا نشاطات، نشاطات هسه بالأبرشيات أكثر وأقوى، هي نشكر الله عليها. حضرتك ذكرت نعم. كاتدرائية الموجودة في كركوك، إما قلب يسوع؟ هسه حاليا كاتدرائية قلب يسوع هي نعم. المطران اللي يسكن هونك بالأبرشية، مار يوسف موجودة بالبداية، هي كانت مار يوسف كانت الكاتدرائية، ما كان عندنا كنيسة مريم العذراء كانت صغيرة، بعدين هدوها بنوها كبيرة صارت، ولا يزال موجودة هونك. أكو كاهن، وكاهن في مار يوسف، وكاهنين في قلب الأقدس مع المطران. نعم. شماسنا حضرتك نعم. من أهالي كركوك. نعم. رسمت بأيما سنة كشماس؟ قلت كان أنا رسمت 21 سنة. نعم انرسمت سنة 1969 رسائلي على إيد المطران المثلث الرحمن جوريل قودة. نعم. حضرتك من رسمت شماس رسائلي، يعني أخذت الرسامتين أو الصلاة بوضع اليد، فهنا أنا أخذت القارئية والرسائلية في آن واحد، وبعدين كشماس إنجيلي يمتى؟ شماس إنجيلي سنة 2015 7/2/2015 على إيد المطران الله يحفظه رمزي قرمو وده له تحية من هوني، رسمنا في كوبنهاجن. نحن في كوبنهاجن اثنين رسمنا إنجيليين، بعدين اثنين في مدينة أوغوس اللي تبعد عنا من هوني ساعتين، منهم الشماس هادي ومنهم الشماس نسيت اسمه سلام. هاي الاثنين احنا من هوني رحنا ويا المطران ويا ابونا فارس، هون احتفلنا بالشماسين. نحن رسمنا السبت وما نرسموا لأحد، يعني نحن بعدنا يوم واحد. نعم. وعدنا رسائل واحد مرسوم كان هم وياهم شماس صليوة، واحد لك شماس ضياء وغير منطقة هو ذاك. إذن حضرتك من عام 1969 داخل بخدمة الشماسية لحد الآن شماسنا. نعم. فمن الكتاب المقدس يقول كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذو وقار لا ذو لسانين غير مولعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح ولهم سر الإيمان بضمير طاهر. فهنا أنا عند الشماس الإنجيلي حازم عزيز فرح، شو تغير يمك لما رسمت شماس أو لما الناس صاروا يعني يصيحوك أو يستخدمون لقب الشماس حازم؟ نعم أنا اللي تغير عندي، أنا من البداية إيماني قوي، أشكر الرب لأنه يومية أصلي صلاتي الشخصية صلاتي الانفرادية، وبعدين الكنيسة موجودة أروح. غير عندي بأنه ازددت إيمانا أكثر لما رسمته، عرفت بأنه الرب دعاني
إلى هاي الدعوة، يعني هاي نعمة عظيمة طبعا. والشماس هو كلمة سريانية أو آرامية، يخادم، يجب على الشماس أن يكون خادم أمين. أنا كل يوم أقول هاي الصلاة: يا رب لما أروح للكنيسة اجعلني خادما أمينا لك. فهوني التغيير صار عندي، أنه أن لا أكون أبخل لربي من بعض الصلوات أو من بعض الحضور لخدمة المذبح. يعني وين ما يريدوني أنا أروح. يعني مرات كان أروح بالشهر مرتين لكوبنهاجن للتعليم المسيحي أو للقداس بالشهر مرتين، كنت أروح ما كنت أبخل. حاليا لحد هذا اليوم أروح أنا، يعني أخذ باص، ما عندي سيارة أنا، لكن أخذ باص. مرات الأولاد يوصلوني، يعني يكون ما عندهم شغل يوصلوني يساعدوني فيها. أي نعم. فالخادم الشماس لمن يصيحوني أنا شماس، أنا أفتخر، أفتخر بها حقيقة. ما أريد يصيحوني باسمي ولا باسم ابني، أفتخر بشماس يصيحوني، أفرح بها. مثل يكون مثل مرمت الرسول لما يسوع دعانه وهو من قانة جليل، ابن حلفة معناه عطية الله. متى الرسول بن حلفة هو عطية الله، وكان عشار في نفس الوقت، خدم وصار وكتب الإنجيل وعمل عجائب، والله أيده على العجائب لأنه شفى ابن الملك، شفى ابن الملك. ولذلك يجب أن نقتدي بهذا الرسول، رسول يعني تلميذ المسيح. نقتدي أولا بيسوع، ونقتدي بتلاميذ يسوع الكهنة الذين هم وضعوا إيدهم على 7 من الشمامسة وصاروا شمامسة خدام المائدة وخدام المذبح. نعم. كلمة الشماس أيضا حضرتك قلتها معناتها الخادم. نعم. تطلب من الرب كل يوم تكون الخادم الأمين للكنيسة. نعم. بيت الرب. نعم. فحضرتك متزوج والمدام هي أم فادي، تمام؟ نعم. فهنا أنا علاقتك بالبيت، هل تساعد المدام يعني شون شماسنا؟ طبعا أساعد، نحن إيد بإيد بالمطبخ خاصة، والمسواق علي حقيقة، غير دائما مسواق علي، فهي دائما تطبخ الأكلات الطيبة. نحن ما شاء الله عائلة كبيرة، صرنا 14 نفر ما شاء الله، يعني ويا الأولاد والأحفاد 7 أحفاد، فهي ما تقصر أبدا. يعني مفادي أنا يعني أنحني أمامها أقول أنه هي حقيقة أكثر مني كشماس، أنا يعني تخدم، يعني تخدم بالكنيسة في نفس الوقت وتخدم في البيت، من تنظيف من ترتيب، ويعجبها الترتيب في البيت، ما تقبل أي شيء أو إعوجاج بالبيت. أنا مرات أقول لا هاي شنو خليها، لا ما يصير يعني. وهي دائما ملتزمة بصلاتها عند فروض، وهي دائما أصوامها يعني شيء عجيب، يعني هي تصوم، وخاصة نيمار أنطونيوس الكبير اللي تطلب منه يصير. يعني أجيب التفت مثل، نتمنى أي ابن أخوها، يعني أخوها ما عنده أولاد، 17 سنة ما صار له ولد، أمريكا يمكن جاء هون زارنا قال ما رحت للأطباء شيء، وقال ما خليته أطباء ما رحت، وما تيسير لي مرته إيطالية، هو من كركوك طبعا أخوها، قال أوكي أنت من ترجع تروح تشعل شمعة تروح للكنيسة. هو ذاك ما يترك كنيسة، ودائما يروح للقداس كل أحد. قال أنا هوني أصلي لك للمار أنطونيوس وأصوم 9 أسابيع وما أكل إلا الخبز والمي. هي يعني فصارت سوتها هي، وصلت صلاة المار أنطونيوس التساعية ماله 9 أسابيع،
تسع أسابيع تصليها وتصوم بالثلاثاء، لأنه الثلاثاء عائد لمار أنطونيوس. هو راح رجع. أنا أؤمن بالعجائب، يعني أؤمن بالقديسين، لأنه قديسين الله، إن الله عظيم في قديسيه يقول المزمور. فراح بعد ثلاثة شهور خابر قال ساهرة أنت دا تصليلي؟ قال نعم أنا كده صلي لك. قال مرتي حامل. تفضل شنو رأيك؟ آمين يا وبالفعل رب. صار له ولد اسمه مايكل، خلى ميخائيل، وهو وسع 22 سنة. ولذلك قلت شهر الخامس زواجه، إن شاء الله نحن راح نروح على زواجه شهر الخامس إذا الله خلاه. آمين يا رب. إذا شمسنا هذا الإيمان القوي، نريد نعرف لمن تتشفع، خاصة حضرتك من أهالي كركوك، وشفيع كركوك هو مرته مسكر، وأيضا حضرتك شماس من عام 1969، يعني بحدود 53 سنة ما شاء الله والعمر المديد. فإحنا أنا شفيع الشمامسة هو مارس طبانوس. فإحنا نريد نعرف شماسنا بمن يقتدي. أنا أقتدي برئيس الشمامسة مار ستيفانوس، لمن يكون عيده أقرأ الإنجيل وأكرس في نفس الوقت. أبونا فارس ينطيل المجال، أنا أكرس على مار ستيفانوس الشهيد في القداس. نعم. هاي واحد، لأن مار ستيفانوس أتأمل بينه كيف كان إيمانه قوي. يجب أن نحن قدام المذبح أن يكون إيماننا قوي مثل مار ستيفانوس، فهو يتشفع لنا هسه بالسماء. أنا هذا إيماني، لأنه كان شماس بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة. ولكن أنا شفيعي هو، إذا تسأليني من هو شفيعك، هو مار يوسف. أنا أحبه كثير، لأنه مار يوسف شفتونه بالحلم لمن كنت مريض، يعني كنت بالمستشفى قبل 17-18 سنة. بالحلم جوا أصدقائي يمي، قالوا لي إيش لونك؟ قلت أنا مريض. واحد شال إيده، لابس أبيض طويل، شال إيده هكذا، قال أنت ما مريض قم. فواحد يمه طفل، يعني عرفت هذا مار يوسف هو اللي تكلم معاي وغاب. بعدين أنا الصبح قمت عرقان، رحت للفحوصات، بعدين قالوا لي ما بيك شيء، بابا تروح على البيت انت. الحمد لله وشكرا. صحة وعافية شماس. ابني هذا اللي قاعد يمي هوني فضاء اسمه فابيو، كان معاي، هو اللي وداني بالسيارة ساعة طريق، وقال لي بالطريق قال لي ما يطلع شيء أبدا لا تخاف. وبالفعل ما طلع شيء الحمد لله والشكر، بوستونه يعني هو على نياته يعني حقيقة. لأن هذا كان يخدم مع ابني فادي، هم يعرف شوية يقرأ قم شبير، كان صغير يعني. الحمد لله والشكر، اشكر الله. شماسنا حضرتك بما أنك ترعرعت في كركوك صار بها مطارنة كثير، يعني خنقول مطران ستيفان جبري، مطران أفرام جوجي، مطران رفائيل ربان، المطران غورييل قودا اللي رسمك. تمام. المطران اندراو الصنة اللي لما تكلمت معك قبل الحلقة قلت هذا عنده صوت جميل جدا وكان يعجبك كثير تقدس معانه. نعم. والمطران لويس ساكو اللي حاليا هو سيادة الباتريارك، أكيد سلامنا إله. سلامنا إله. وحاليا بهالزمن مطران كركوك هو المطران يوسف توما. فإحنا أنا أريد تنطينا نبذة على هالمطارنة، علاقتك معاهم، وحضرتك قبل 25 سنة ترك كركوك وعايش بالدنمارك، فهل زرت كركوك؟ نعم زرت كركوك ثلاث مرات. ثلاث مرات زرت كركوك، يعني بعد السقوط رحت 2004 للكركوك،
رحنا بعدين 2008 كان أم رحتوا، بعدين رحنا 2012 كلتنا رحنا ويا الأولاد على زواج ابن أختي السليمانية. نعم، والتقيت مع غبطة الباطريك اللي كان بعده مطران في كركوكو وفي سليمانية، والذي برق ابن أختي. نعم، فشفتوا كثير مطران، حتى شفتوا مطران أندراوس سنة الله يرحمه. قلت مرحبا سيدنا، أشلونك؟ قال لي الحمد لله. قال أنت منو؟ قلت له أنا شماس حازم. قال أوه شماس حازم شلونك؟ شوية كان ما يعرف يعني، لأنه العمر كان ذاك الوقت كان 95 سنة عمره، ولذلك ما عرفني بالبداية، بعدين عرف. إيه، فشفت الكهنة كلهم هونك، واشتركت في نفس الوقت كان أعياد الفصح، أنا خدمت القداس الفصحي مع المطران لويس ساكو، وجمعة العظيمة أنا قلت قمشبير العظيم هذا الكبير أنا وحدي قلتها. إيه، فالحمد لله والشكر، يعني كل ما كنت أروح كنت أزورهم. نعم. شماسنا وصلنا إلى نهاية هاللقاء الجميل، نتمنى نسمع أحد الصلوات، وخاصة حضرتك أيضا يعني ذكرت محضر لنا شيء آخر. نعم، هو هذا حلو، كلش حلو، المقام ماله حلو، مال الجمعة العظيمة، عفوا لا، الباعوثة ثالث يوم نقول دائما الأربعاء، لأنه أربعاء الباعوثة طويلة كلش. هوني بيت واحد أقول أولا ردة، بعدين البيت واحد، بعدين أقول الترجمة ماله. إن مار نشوي الهيبة ثقالا هي هي دلوى داوي نبني الدرغام هي هي شوقان عاولا هي بدميا ديلي هي إن مار عبارية سخلث عودي أخذ عودة غيام واشمع النوم قلشو قانا هي دشما كينا هي كن وداوي هي وحسام بيشا هي عودي بيشا هي دودي دحطام هي حيمن لبهي كم بي شو ذهي هون الترجمة يقول نستحق
يا رب قول سماحك فنعود إلى الغفران مثل داود، يا رب امحو زلاتنا واسمعنا صوت السماح كما داود سمعه، كان بارا أوقعه عدو البر ثم اعترف فمحى الشر من قلبه. آمين. آمين. تسلم شماسنا. شكرا. كلمة لجمهورنا وللشمامسة والشماسات اللي تتابعون هذا البرنامج شماس. أنا أقول كلمة أولا للشمامسة. الشمامسة يكونون مثل تلاميذ المسيح ككهنهم وكانوا، صحيح. يجب أن يكون أمينين في خدمتهم، هذا أولا. ثانيا أن لا يبخلوا في خدمتهم. ثالثا أن يكونوا متواضعين على رجاء. لما واحد يكون عنده رجاء دائما يسرع للخدمة. يسوع هو رجاءنا ويسوع هو فرحنا، لأنه هو معانا هو يقوينا، إذا كنا ضعفاء هو يقوي ضعفنا. فللجمهور أنا أقول شكرا لهم على المشاهدة، ونطلب صلاتهم ونحن نصليهم دائما، ونحن نصلي من أجل المؤمنين في كل مكان أن يحميهم من كل شر. وللكنيسة نصلي، ولأباء الكنيسة، ولك أيضا، لأنك بهذا البرنامج أنت بالفعل تقربين البعيدين إلى الإيمان. شكرا لكم، وشكرا لك يا ست جنان، وشكرا لمدير الإنتاج هاني، وشكرا للمخرج داني. الله يحفظكم، يعطيكم القوة ويحميكم من كل أذى. نحن نشكركم دائما. مع السلامة. شكرا جزيلا الشماس الإنجيلي حازم عزيز فرح، سلامنا لأبونا فارس توما والشمامسة والشماسات والأبنائنا الموجودين في الدنمارك. يوصل. شكرا، الله يحفظكم، ممنونين منكم. شكرا متابعينا، شكرا لحسن المتابعة. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. تحياتي. مثنى حيصاب راب لاخو مريم شبحين اندت فارو قدخل بريات هولا بحنانا.